معايا على التليفون الخبير الاقتصادي وخبير خبير الاقتصاد السياسي الدكتور محمد شادي. يا اهلا 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 بحضرتك يا استاذ. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ تمام والله نحن صوتك وحشنا ورؤيتك وحشنا اكتر. حضرتك اكتر والله يا استاذ. الله يخليك. الرئيس النهارده اتكلم يا دكتور على مجموعه من الارقام، واتكلم زي ما يقولوا كده ايه بالمفتشر. احنا كان لازم نعمل الطرق بالطريقه دي، وكان لازم نعمل شبكات طرق داخليه بالطريقه دي، وكان لازم نستصلح بكده، ولازم كنا نعمل الميه بالتكلفه دي، وكنا لازم نعمل الطاقه بالطريقه دي، وكان لازم وكان لازم وكان لازم. وفي نفس الوقت الرئيس اشار انه كل ده في اطار وجود كمان عندنا 9 مليون ضيف، هم كمان عندهم استهلاكاتهم المائيه، بنتكلم في حوالي 4.5 مليار متر مكعب تقريبا، بنتكلم على ماليا يكلفون اقتصاد الدولة ما يقترب من 10 مليار دولار. كيف ترى مشهد اليوم في ظل تصريحات الرئيس؟ طيب هو يعني المشهد بس كان بيقول يعني لأصدقائنا اللي بيتكلموا دايما انه البلد دي ما بتعملش فيها غير طرق، انه البلد دي بتعمل فيها طرق واشياء اخرى. لسه طويلة زي ما حضرتك قلت كده من المشروعات بتتنافس في منطقة واحدة علشان تخدم على مشروع واحد، ولازم يكون من ضمنها الطرق. وهتلاقي حضرتك الرابط بين المشروعات القوميه كلها، وانا مش قصدي المشروعات القوميه الصغيره، انا قصدي المشروعات القوميه الكبرى، المشروعات القوميه الاساسيه اللي اصلا الحكومه بتتحرك، او مش الحكومه كمان، الدوله بتتحرك علشان تخدم عليها. هتلاقي الرابط ما بينها ببساطه للغايه يعني هو مجموعه الطرق اللي الناس بتتكلم عليها. وعشان كده هي دايما يعني عارف حضرتك ايه، مثلا الراجل اللي في اسكندريه مثلا يعني شاف الدلتا الجديد، الراجل اللي في شرم الشيخ شاف شويه قرى سياحيه جداد، الراجل اللي في اسيوط او اسوان شاف مصانع مثلا بتاعه السكر والسد بتاع اسيوط الجديد والكلام ده. كل واحد من دول شاف ده ومعاه الطرق، فبالتالي الناس كلها بقت شايفه الطرق على ان هي القاسم المشترك الاكبر، وبالتالي بدات تاخد اكبر نوع من انواع الضغوط يعني. وده طبيعي لانه الطرق هي الشريان اللي بيوصل الدم بين الاماكن دي كلها، يعني تخيل حضرتك كده دلوقتي هي اللي بيوصل الدم بالرجل بالايد بالدماغ، وبالتالي كان لازم تبقى على 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 طول الطريق، قصدي على طول الاقليم المصري وعرضه علشان نقدر نوصل للمشروعات بتاعتنا دي بعدها. وحضرتك لما تيجي تبص بقى بدل النظره الضيقه اللي احنا بنبص لها من تحت دي، لو طلعت كده نظره طائر محلق من فوق يعني، هتلاقي ان المشروعات الزراعيه دي الرابط ما بينها هو الطريق. مشروعات الاتصالات والبنيه التحتيه بتاعتها والتحول واللي بتتعمل عشان التحول الرقمي اللي رابط ما بينها الطريق. مشروعات الطاقه ونقلها سواء بقى غاز او بترول او كهرباء اللي رابط بينها هو الطريق. مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر وربطه بمحطات انتاج الطاقه المتجدده اللي رابط ما بينها هو الطريق. وبالتالي الطريق جاي يخدم على كل المشروعات دي، لانه انت ممكن يعني 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 يبقى عندك شويه جزر منعزله ما لهمش اي علاقه ببعضهم، اصلا لا يستقيم اصلا وجودهم مع مفهوم الدوله. الدوله دي معناها ان انا اقدر اوصل من اي مكان لاي مكان بسهوله منقطعه النظير، حتى بلاش عشان اصنع ولا عشان اعيش ولا عشان ازرع، لا عشان اعرف ادافع عن المكان ده. تخيل حضرتك كده لو انت دلوقتي يعني كنا تعرضنا مثلا لا قدر الله يعني الغزو كده من ناحية الشرقية مثلا من عند رفح كده، القوات بتاعتنا عشان تعدي بس للي جاي ده، تعدي من القاهرة كده تروح سينا تاخد قد ايه وقت؟ ده مش بس كده يا دكتور، وانت عارف اكتر مني مليون مرة، يعني انت الخبير وانت المتخصص، هو جزء كبير من قوة وقدرة الاقتصاد الامريكي قايمة على شبكة الطرق اللي بتربط امريكا شمالا وشرقا وغربا ووسطا الى اخره. يعني اي حد يقدر يروح اي حته داخل الولايات المتحده الامريكيه من الساحل الشرقي للساحل الغربي بالعربيه. بس كده، عشان كده دايما يقولوا حرفيا الاقتصاد محمول على جانبي الطرق. الاقتصاد محمول على جانبي الطرق، اي حاجه عاوز تشغلها ودي لها طريق، اي حاجه في الدنيا عاوز تطورها ودي لها طريق. اي حاجه في الدنيا من غير طريق ملهاش لازمه. بس انا بس بقول لحضرتك النهارده، انا بس مش عاوز اتكلم على الطريق اكنه طريق الحاجه الوحيده اللي بتتعمل. صحيح. حضرتك شفت النهارده يعني بنيه تحتيه وفوقيه وانتاج زراعي طالع، يعني حضرتك شفت النهارده الانتاج بعينيك. الكلام دوت بيقول لنا انه البلد دي شغاله رغم كل الازمات اللي بتتعرض ليها ورغم كل الضغوط اللي بتتعرض ليها. ده بقى
ده مدخل لسؤالي ك او للدكتور محمد شادي كخبير في الاقتصاد السياسي. انا عندي روسيا واوكرانيا، وعندي ما يحدث في فلسطين، وعندي أزمات قد تكون مرتقبة ويتمنى أنها ما تحصلش ما بين الصين وتايوان، وعندي ما يحدث في البحر الأحمر وما يحدث في السودان، وعدم استقرار بالشكل الكامل غربا في ليبيا، يعني نتمنى أن هو الاستقرار يبقى كامل وتتعافى مؤسسات الدولة بنسبة 100%. عندي طول الوقت بؤر احتقان سياسي، أنا محاط شمالا شرقا غربا جنوبا إلى آخره، إضافة لوضعي ودوري المركزي في سياسات المنطقة. هل كان من الممكن أن تستقيم الأمور دون خطة اقتصادية عملاقة بهذا الشكل؟ الخط ده اترسم ولغاية وأنا بكلم حضرتك دلوقتي مفيش دبانة عدته. صحيح. ليه؟ علشان كان في جيش بيتسلح، نفس الجيش ده اللي كان بيتسلح برضه هو نفس الجيش اللي بيحمل المقدرات المصرية دلوقتي في البحر المتوسط من الغاز، وهو نفس الجيش اللي دلوقتي مانع بشكل كبير جدا اي اعتداء من الجانب الشرقي. لو ما كانش عندنا دلوقتي الجيش اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده ده، كنا ربما خسرنا القضيه الفلسطينيه للابد. كنا شفنا الاشقاء الفلسطينيين جوه سيناء متهجرين حرفيا. هو ايه اللي مانع الاسرائيليين ان هم يعني 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 يدخلوا ويزيحوا الدنيا كلها ويصدروا لنا المشكله احنا؟ هو الجيش اللي كان بيتسلح وكان بيبني خط الجمبري وخط المكرونه والكلام ده. وبالتالي انا اللي اقصد اقوله هنا ايه؟ انه ربما احيانا كتير جدا ده على اقوالهم هزلا، يعني لانه في النهايه خالص الجيش هو أيوة الجيش. أنا الجيش ساهم في الاقتصاد او بالادق هو كان بيحمي العمليه الاقتصاديه المصريه بجانب حمايته للحدود المصريه وخلق قوه ردع حقيقيه. اللي انا عاوز اقوله ايه ان انت وانت دلوقتي قاعد واحنا عاملين بنتكلم في يومها وانت عمال تقول لي انت بتسلح الجيش ليه؟ صدقني انت ما كنتش شايف. انا كنت شايف كاداره انه انا هيبقى عندي تحديات ضخمه للغايه، يعني احنا مش هنبقى قادرين نحافظ على الدوله المصريه في صورتها اللي احنا شايفينها دلوقتي دون وجود هذا الجيش. وده يقول لحضرتك ده ملف واحد، ده يقول لحضرتك انه الانتظام بقى في الباقي. انا برضه هاخد حضرتك لملف تاني بسيط جدا بعيد عن الموضوع ده خالص. أيوه. عشان بس انت تعرف عشان الناس تبقى فاهمه حسن الاداره عامل ازاي، او يعني على الاقل خالص الاداره المنظمه عامله ازاي. تخيل حضرتك كده في بدايات كورونا الصحف العالميه كلها كانت بتقول ان مصر هتشهد تفشي وبائي ضخم، هتشهد ما يشبه الجائحه. انا اتذكر كده جدا طبعا، اتذكر وهنشوف جثث مصريه مرميه في الشارع. ده اللي احنا شفناه في الاول. انا بقى مش عاوز اقول لحضرتك بقى ان مصر بدعت ومصر عملت ومصر لا، سيبك من كل ده. النتيجه في ده التوقع بتاع المؤسسات اللي دارسه اللي فاهمه. لما نخرج من ان من الـ من الـ من الـ من, الـ من الوضع ده بانه عندنا اقتصاد عمل معدل نمو 3.6%، ما حصلش عندنا تفشي وباء، نفترض انا بقول انا بدي حضرتك افتراضات جدليه عشان بس ننهي الكلام. الناس كانت بتقول ان مصر ما بتطلعش الارقام الصحيحه، نفترض ان ده صحيح. احنا مجمل الوفيات عندنا الارقام بتقول ان هم حوالي 50,000، خلينا نقول ان مجمل الوفيات عندنا 400,000. حلو الكلام؟ نقول كده. تخيل بقى كده انه الهند مثلا مات فيها كام واحد بسبب التفشي الوبائي اللي حصل؟ الصحف الاجنبيه كانت بترصد الوفيات الهنديه في الشارع، الناس بتموت في الشارع من كتر من بسبب انهيار النظام الصحي. وليه هبص على الهند؟ طب ما انا ابص على الولايات المتحده الامريكيه، الكارثه اللي تسببت فيها كورونا على مستوى البنيه الصحيه او مؤسسات الصحيه في امريكا وانكشفت امام العالم، ومن ناحيه ثانيه كارثه اقتصاديه اخرى خدت قرار بعد كده امريكا انها تدفعنا الثمن خلال بعد كده سنين، اهو بقى لنا يجي 4 سنين بندفع اثمان لاجل دعم الاقتصاد الامريكي، حاجه كانت مؤسفه يعني بتدفع العالم هذا الثمن. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وفي انتظار انك تنورنا قريب دكتور محمد شادي الخبير في الاقتصاد السياسي.